الأخوة والأخوات والأصدقاء والصديقات، باسم الجمعية الأهلية التاجية للتنمية الكامل مع المجتمع الشرقي، نرحب بكم وبكم في هذه المائدة المستديرة في سياق اشتغالها على ونتمنى لكم مقاما سعيدا في هذا النشاط، ونتمنى كذلك أن نكون عند حسن ظنكم وظنكم في اختيار هذا الموضوع الذي نعتقد أنه موضوع له راهنية، رغم أن الجمعية اشتغلت على هذا الموضوع منذ سنة 2007. هذا الاشتغال على من أراضي الجموع في هذه الفترة بالذات أثمر العديد من النتائج الإيجابية، سواء في تحريك هذا الملف الذي كان محكوما بأقدم قانون اللي هو قانون 19، فاشتغل الجمعية إلى جانب العديد من جمعيات المجتمع المدني، بطبيعة الحال أضمر العديد من المستجدات القانونية والعديد من التغييرات في هذا المجال، وبالتالي حرك تلك البركة الراهنة لهذا المجال. كذلك فإن مسألة أراضي الجموع لها أهمية وراهنية كذلك، وذلك راجع لارتباطه الوثيق من على المستوى التاريخي والأنثروبولوجي بمكونات المجتمع وارتباط مدى ارتباط الإنسان بالأرض وما تمثله الأرض من رمزية، ومن كذلك مصدر للخيرات ومن مصدر بطبيعة الحال للعديد كذلك من الإشكالات والعديد من النزاعات التي تخترق هذا البلد. كما قلت آنفا، فإن ملف أراضي الجموع له ارتباط كذلك بالتنمية، لأنه لا يمكن الحديث عن التنمية بدون إشارة وبدون من طبيعة الحال إعطاء الأولوية والأهمية للموارد الطبيعية، ومن بين هذه الموارد هي الأرض. أراضي الجموع هي مورد طبيعي ومحدود غير متجدد، يعني أنه لا بد من التفكير بعمق في حسن استغلال هذا المحيط الطبيعي وحمايته من طبيعة الحال واستدامته. لأنه يقول لنا الاستدامة فلا يمكن الحديث عن التنمية، وبالتالي عن التنمية الديمقراطية التي نسعى إليها جميعا، والتنمية الديمقراطية التي تضع الإنسان في الصف الأول من اهتمامها. إذن طبيعي جدا أن هذا المريد هو موضوع رهانات للمجتمع، موضوع رهانات للدولة، موضوع رهانات للمستثمرين، موضوع رهانات للمجموعة المتدخلين من طبيعة الحال لكل واحد منهم رهانه تجاه هذا المريد الطبيعي. ولذلك فدأبا على عادتها الجمعية التي تلد الجمعية في الجمعوي الجنوب الشرقي أن
تنظم هذه المائده المنسوجيه للاقليم تنغير بعد غياب المستوى الاقليم في هذا المجال، رغم ان مجموعه من الفعاليات الاقليم تشارك في الموائد المستجيره في الانشطه الاخرى سواء باقليم الرشيديه وكذلك باقليم ورزازات. اذا نطقت الجمعيه ان تنظم هذه المائده المستديره تحت عنوان اية مقاربه تنمويه بالاراضي السودانيه في ظل المقتضيات القانونيه الجديده المتعلقه باراضي الجنوب. لتطير هذه المائده المستديره معنا الاستاذ مهدي حمداوي مدير الدراسات إمستاب والكاتب العام للمركز الوطني للدراسات الهندسه الدمويه. معنا كذلك الاستاذ عبد النور صديق استاذ باحث في جامعه محمد الخامس بالرباط. معنا كذلك الاستاذ الدكتور عبد العالي الجلالي منسق ماستر اداره الكليه وحقوق الانسان الرشيديه ورئيس المركز الوطني للدراسات الهندسه الدمويه. بطبيعه الحال هناك ثلاث مداخلات رئيسية كما هو موجود لديكم في البرنامج، هذه المداخلات سيكونها نقاش مفتوح مع المشاركات والمشاركين. إذا المداخلة الأولى للأستاذ مهدي حمداوي بعنوان المستجدات القانونية المرتبطة المداخلة الثانية آلية الأستاذ عبد النور الصديق آلية تطبيق العقار السلالي في بنيات الجماعة السلالية. ثم المداخلة الثالثة حكامة تدبير الأراضي السلالية للمتملك وجلب الاستثمار للأستاذ عبد العالي الفلاحي. إذا حتى لا أطيل هذا التقديم أمر مباشرة للأستاذ مهدي حمداوي ليضبط الدم في الصباح. صباح سعيد للجميع. اتمنى ان يكون الجميع بخير. مداخلتي غتكون في قراءة مشاريع قوانين اللي كتتعلق بالتدريب ديال الجماعات السودانية. إذا بداية لابد من التذكير بطبيعة الحال بإعطاء تعريف الأراضي يعني الجمهور كما جاء في الدليل الصادر عن مديرية الشؤون القروية الصادر عن وزارة الداخلية أنها عرفتها قيمة هي تلك الأراضي التي تمتلكها بصفة جماعية مجموعة من السكان المنتميين لأصل واحد أو سلالة واحدة، يعني واحد الأصيط اللي ساكن فيها واحد الناس وكيمتلكوها واحد الناس مجموعة ديال الناس. دونك هذاك الشيء باش عرفتها الصيغة الجماعية، وهي بذلك تقتصر بمنفعتها تلك الجماعة من أجل الرعي أو الحرث أو الكلى. هذه الكاسة ديال الحويجات اللي تستغل بها الأراضي السلالية، يعني كتقدير المساحة ديالها تقدر 15 مليون هكتار، كتستافد منها واحد الساكنة اللي تقدر بحوالي 10 ديال المليون نسمة موزعة على 4563 جماعة سلالية، يعني هذا هو العدد الإجمالي ديال الجماعة السلالية اللي عندنا في المغرب، يمثلها 500 نائب ونائبة. هنا ذكرنا النائبة لأن كاينين مناطق اللي فيهم نائبات. دونك فما هي الآلية القانونية التي نظمها المشرع لحماية هذه الأراضي وتدبيرها؟ إذا عندما نتحدث عن الأراضي الجماعية بطبيعة الحال هناك ترسانة قانونية ملزمة لهذه الأراضي تؤطرها بطبيعة الحال، ونذكروا هنايا يعني غادي نحاولوا نديروا شوية التذكير في القوانين القديمة ومن بعد نحاولوا نعطيو ما هو مستجد. دونك ظاهر 23 غشت 1919، ظاهر 24 دجنبير 1920، ظاهر 18 فبراير 1924، كذلك ظاهر 13 دجنبير 1941، ظاهر 27 ابريل 1919 وهذا يعني الشهير، ظاهر 30 يوليو 1960، كذلك ظاهر 25 يوليو 1969، وظاهر 13 1970. كلها قوانين وظهائر تؤطر وتسير جماعات أو الأراضي
المملوكة للجماعات السودانية، وقد تم إعداد مشاريع قوانين، يعني كانت تحطوا مشاريع قوانين وكانت يعني لقاءات مكثفة من أجل تغيير ظاهر ديال 19 اللي معروف اللي كان في الواجهة. دونك كانوا مجموعة من الموائد المستديرة ومجموعة من اللقاءات الوطنية والجهوية وإلى آخره، باش أنه يتم إعداد مجموعة من 3 قوانين المشاريع التي تقدم بها وزير الداخلية بطبيعة الحال لمجلس النواب للمصادقة، وتم يعني المصادقة عليها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة كذلك للتوصيات المهمة تلقى عن الحوار الوطني كما قلنا حول أراضي الجماعة السودانية التي تقام بإفران، دونك الذي تم تنظيمه في التبعية السامية إلى آخره. هذا كما تنقول هذا القوانين التي تستند أيضا إلى ما جاء في الرسالة الملكية بطبيعة الحال، لما كاين توجيه من جلالة الملك بطبيعة الحال في هذه المسألة. دونك بالنسبة إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في البنية الاقتصادية والاجتماعية، هذا كان عقد في الصخيرات، دونك كانوا ثلاثة ديال عفوا كانوا جوج ديال اللقاءات صغار على المستوى الوطني، كان واحد في إفران وواحد في الصخيرات. دونك هاد المشاريع التي صادق عليها الحكومة والتي تتعلق بأراضي الجماعة السودانية الذي تقدم بها وزير الداخلية بطبيعة الحال في شخصية مدير أو عامل مدير الشؤون القروية، ويهم النص الأول مشروع قانون رقم 62/17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السودانية وتدبير أملاكها، يعني 62/17 يعني إذا جيتوا تشوفوا كاين ثلاثة ديال القوانين كل واحد بوحده، يعني كل واحد بوحده، دابا كل واحد غادي نتطرقوا ليه بوحده. يضم 37 مادة موزعة على 7 أبواب، حيث تضم الباب الأول أحكام عامة، والباب الثاني تنظيم الجماعات السودانية، والباب الموالي أحكام خاصة بأملاك الجماعات السودانية، والباب الرابع لتدبير الموارد المالية للجماعات السودانية، والباب الخامس بطبيعة الحال للوصاية الإدارية على الجماعات السودانية، ثم الباب السادس للعقوبات، والباب الأخير لأحكام ختامية. بطبيعة الحال هذه القوانين مازال غادي نحاولوا كما تنقولوا حنا نتفصلوا فيهم. وقد جاء في ديباجة هذا المشروع القانون أنه يهدف إلى إدخال تعديلات على ظاهر 27/1919 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السودانية، وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تغييره وتتميمه، والتي تترخص هذه التعديلات مجملا فيما يلي: تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السودانية وأعضائها ونوابها، بحيث أنه لنا كنشوفوا مصطلحات جداد مرادفات جداد من خلال القوانين، يعني إلى قرناه مع القوانين الجديدة مع ظاهرة 19/19 كنوجدوا بأن تواجد بعض المصطلحات وبعض المرادفات التي لها يعني صبغة جديدة. تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السودانية كما كان في ظاهرة 19، يعني العرف كان يعني يأخذ النصيب الأكبر، يعني العرف كما كان يعني يتم تسيير الأراضي وتسيير الممتلكات ديال الجماعات السودانية، حيت كنقول الممتلكات راه كنهضر على الأراضي وكنهضر على الممتلكات ديال الأراضي التي في ملك الجماعة يعني تسجل بشكل عرفي، واستغل كذلك استغلال أراضيها كذلك واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. يعني هنا يحاول هذا القانون الجديد حاول ضبط يعني ضبط الجهاز ديال مؤسسة النائب، حاول أنه يعني كما تنقول احنا يفرانيه قبطو يحكمو باش أنه ما يكونش داك الاعتباطية يعني في السياق. تكريس كذلك المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السودانية في الحقوق والواجبات بقلل الأحكام الدستور، وهذا ما شناه في بعض المناطق التي تم يعني إقحام النساء الاستفادات في أراضي الجماعة السودانية، وكذلك على أن المرأة أصبحت يعني كترشح حتى هي لمنصب نائب في مؤسسة نائب بالنسبة للجماعة السودانية التي تنتمي إليه. تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السودانية، وهذا كان يعني جديد، يعني الطريقة كيفاش أن تحديد كيفية اختيار نائب الجماعة السودانية والشروط، كذلك الالتزامات التي يتحملونها، وكذلك الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات. وبالنسبة للجزاءات ربما إلى اللي طرأت على هذه القوانين كاين قانون زجري
بالنسبه لا النواب ولا اعضاء الجامعه السودانيه ولا ذوي الحقوق انفسهم. يعني كان واحد القانون اللي هو زجري في حاله ما تم خرق القوانين. دونك إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس الوصاية على الصعيد الإقليمي تتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في تدبير العمليات وحماية الأسلاك الأملاك عفوا الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة. دونك هنا لاحظتوا ولا نبات عن المجلس المركزي نبات مجلس إقليمي على مستوى الإقليم في إطار تقريب الإدارة من المواطن. يعني ولا مركز يعني عوض ما نستناو النزاع تيمشي ما هو يعني اللجنة أو الوصاية المركزية أصبحت وصاية إقليمية على مستوى كل إقليم تتكلف بهذه النزاعات وتتكلف بمشاكل الأراضي السلالية. تنصيص كذلك على تعليل مقررات الوصايات وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 0301 المتعلق بإلزام أو التزام الإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. يعني حتى يوم مثلا مثلا تحط واحد الملف ديال الاستثمار في واحد المنطقة معينة جماعات القبيلة قال له النائب ما غاديش يعطيكم في هذه البلاصة باسكو هذه راه ديال الناس ولا 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 دونك كنعللوا القرار على أساس أنها ولات إدارة مؤسسة ديال النائب حتى هي ولات إدارة عموميا على اساس ان اذا كان الرفض يتم تعليل علاش اي اداره احتسابيه الملف ديال مقبلوش ولا ما ولا خصو التعديل ديالو خصو واحد التعديل قانوني لان كتطلب التعديل عند هذه الاداره. دونك فتح امكانيه تفويت الاراضي الجماعيه للفاعلين الاقتصاديين والخواص هنا بارونتيز يعني كنهضروا على الاستثمار. دونك هنا فتح امكانيه تفويت الاراضي الجماعيه للفاعلين الاقتصاديين والخواص اللي واخا ما كينتمش لديك الارض وممكن يبغي يدير فيها مشروع كياخذ الارض رغم انه ماشي ولد القبيله ماشي ولد القبيله براني القبيله جايه من الرباط ولا جايه من كراس ولا جايه من فاس وغيستثمر في المنطقه عندكم ديك الارض الجماعيه ديالكم غادي ياخذ تحت طائله الاستثمار الى جانب الفاعلين العموميين بطبيعه الحال لانجاز مشاريع الاستثمار الشيء الذي سيمكن من ادماج الرصيد العقاري الجماعي في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للبناء. يعني حتى القطاع العمومي ممكن مثلا بغات تبنى شي حاجه عندكم في الجامعه مثلا السلاليه غادي يبنيوها يعني بموجب القانون الجديد غادي تبنى في اطار يعني تسهيل الماموريه ديال الادماج هذا الرصيد العقاري ديالكم ادماجه في التنميه. يعني اعاده النظر كذلك في كيفيه كراء العقارات الجماعيه من اجل تشجيع الاستثمار. يعني كاين طريقه اخرى باش انها تدبيريه لكيفية كراء العقارات ديال الجماعات السلالية. يعني القانون حاول ما أمكن أنه يأتي بالجديد من أجل تشجيع الاستثمار وخاصة في الميدان الفلاحي وتحديد مدة الكراء حسب نوعية المشروع الاستثماري. يعني مابقاش داك الكراء اللي تيكريوه من مدى الحياة كتاخذ القطعة وأنت كتستغلها مدى الحياة. القانون الجديد يؤخر هذه العملية. يعني كاين واحد العدد بإمكاننا أننا نحددوا مدة الاستغلال سواء أغيار ولا ذوي الحقوق. لكن الدراسات الاوليه لهذا المشروع تثير الملاحظات التاليه. هذا القانون اللي كنهضروا عليه فيه بعض الملاحظات اللي تم رصدها. دونك اولا ملاحظات من حيث الشكل ان اول ما يثير الانتباه انه خلافا لما ورد في مذكره تقديم المشروع المذكور فان هذا الاخير لم ياتي من اجل ادخال تعديلات على ظاهر 19 أعلى وإنما هو نص مستقل بذاته ولا يروم تعديل بعض الفصول الواردة في النص المعدل بدليل أن تسميته هي مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية عن الجماعات السلالية. كذلك تم إعداد هذا القانون تنفيذا لتعليمات جلالة الملك الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنميه الاقتصاديه المنعقد بالصفيرات. غير ان تحرير المشروع او تحرير القانون جاء محافظا وتم انجازه بعقليه بدايه القرن الماضي وهذا ما يظهر من خلال عنوان المشروع الوصايه الاداريه. يعني حتى مازال كتم يعني واحد المرادف اللي تيدور اللي سميتو الوصايه التي وردت في نص الظاهر 19 يعني هذه الكلمه ولا هذا المرادف
كان ديجا في 1919 وتم تكريسه قانون الجدي، والحال انه يكفي او كان يكفي القول بمدونه اراضي الجماعات السودانيه. يعني ما يتمش تفتيت هذه القوانين على شكل ثلاث قوانين منفصله ويتم التفتيت ديالها، فقط يتم جمعها في مدونه نسميها مدونه اراضي الجماعات السودانيه، وتعطى لها صبغه جديده وتعطى لها قوانين جداد وتعطى لها يعني يتم تكييفها مع الواقع اللي كنعيشوا، ماشي حنا في واقع ديال 2022 ومازال تنهضروا بشي حوايج ديال 1919. يعني الفرق ديال السنوات ربما ما بين السماء والارض، ومازلنا كنهضروا بكان ديال الناس قدام الوصايه الاداريه كذا كذا، يعني شي حاجه اللي خصها تواكب العصر. اذا قلت التي وردت في نص ظاهر 1919، والحال انه يكفي القول بمدونه اراضي الجماعه السلاليه وتم تجميع فيها القوانين كامله ويكون احسن، وطرق تدبيرها الى اخره، مع ضم كل ما يتعلق بالتحديد الاداري فضلا عن الاراضي الجماعيه بمناطق الري وغيرها، دون البحث عن تفتيت هذه النصوص القانونيه المنظمه لاراضي الجماعيه، وهي كثير يكفي الرجوع الى ميثاق الاستثمار الفلاحي لسنه 1969. دونك هنا لاحظنا بان هذا التفتيت فيه ما فيه، يعني كاين ملاحظات يعني متداوله على هذه المساله ديال التفتيت. يبقى كذلك مفاتيح اراضي الجماعه بيد وزير الداخليه بصفته وصيا على الجماعات السلاليه واراضيها عن طريق تكريس هذه الهماله والعمل بتقنيه الاحاله على النصوص التطبيقيه. بل ان الماده 39 من المشروع قانون نصت على انه غير ان الاحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقيه تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص في الجريده الرسميه، وهذا عكس باقي المواد التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص في الجريده الرسميه، وهذا عكس باقي المواد التي يعني تدخل كذا يعني تم التكرار فقط وبناء عليه لا تدخل حيز التنفيذ 22 ماده التاليه. الماده 10 متعلقه بمسطره هذا فقط تفصيل القانون، يعني المواد اللي ما كتدخلش حيز التنفيذ. الماده 10 متعلقه بمسطره اختيار نواب الجماعات السلاليه وعددهم. الماده 11 متعلقه عفوا الماده 11 متعلقه بكيفيه اتخاذ جماعات النواب لمقرراتها واليتها ودعمها ومواكبه وتقييم عملها. اذا هاد جوج مواد ما كيدخلوش حيز التنفيذ. نص مشروع قانون الثاني هو رقم 63 على 17، القانون الثاني متعلق بالتحديد الاداري للاراضي السلاليه. التحديد الاداري وما ادراك ما التحديد الاداري، والذي يرمي الى اعاده صياغه الظاهر الشريف المؤرخ 18 فبراير 1924، حيث نص هذا المشروع على تبسيط مسطره التحديد وعلى تقليص اجال التعرضات من 6 اشهر الى 3 اشهر، ثم وضع القواعد المتعلقه بالاجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقاريه بشان التعرضات على التحديد الاداري. يعني صلب موضوع اراضي الجماعات السلاليه هو التحديد الاداري. هو فيه كما تنقولوا احنا فيه منفعته وفيه اضراره. هو التحديد الاداري في حاله ما ان التحديد الاداري مثلا نعطيك غير مثال. واحد القصر وقع فيه واحد التحديد الاداري مثلا. ديال واحد الجماعه السودانيه، هذوك الاراضي ديال هذاك الحي ولا ديك هذاك القصر الناس راه ساكنين فيه منذ عقود مثلا ولا سي تحديد الاداري. هذوك الناس دابا الا بغاو يديروا شي حاجه مثلا بغا يعاود في اعاده البناء في ديك الارض ما كتمش تسلم لهم الرخصه. علاش؟ لان هذيك لاسيط ملك الجماعه السودانيه. وإذا كان هذاك بغا يبني يعني فوقاش كنبني فوقاش كناخذ الرخصه تناخذها في الملك، خاصها تولي الملك، خاصها تولي الملك ديالي، عاد يمكن نتقدم باش ناخذ رخصه نبني فوق الارض. هنا كنلتجئوا لواحد القضيه اخرى كتجيك الداخليه تقول لكم واش انت ذوي الحقوق؟ اي القصر هذا الدار ديالكم قديمه؟ اي كنهضر على القصر، ما كنهضرش على الاراضي، الاراضي الغير مبنيه ما تنهضرش عليها، كنهضر على اللي مبنيه عقود منذ عقود. كيقول تعاود تشري
كيدير لك قبول داك المحل كتشري وكتولي ديك القطعه ملك شريتيها من الجامعه السودانيه. وهذا بالنسبه للتحديد هذه مساله اللي استضمنا بها حنا من كنهضرك من الواقع القصر على اساس ان كاين ندير اليه للسقوط الى للسقوط وبغينا نعاودو يعني نبنيو باش مشينا داك القصر ما كاينش هذاك الرصيد. علاش؟ لان دازت فيها التحديد والمعمول كتكون ديرو طلب وزاره الداخليه على اساس اقتناء تلك القطعه المراد بها داك القصر. هذا القصر اللي سنقول لك هو تقريبا اش غادي نقول لك يمكن قبل ما يدخل ما غاديش نقدر نقول حتى التاريخ ولا المهم كنعرفو حنا غير على المهم نهضرو حنا غير على 1920 من هاد الجهه. القصر دارت فيه التحديد الحاليه اللي دابا تيتم الاوتوريزاسيون باش انك تبني ولا تهدم خصك تجيب لنا هاد الوثائق. ومن بين الوثائق كاين واحد الوريقه تما هي اللي اساسيه في هاد البيعه والشراء هي الملكيه لا شهادة إدارية لا تمش ملكي على أساس القطعة تكتمل. دونك هذا من كما تنقولو حنا من نواقل السلبيات ديال التحديد. ومن الإيجابيات بطبيعة الحال ديال التحديد أن الجماعة السلالية ولا ديك تلك الجماعة كتعرف الكلاسيت ديالها وتتحددها وسهل باش أنها ترافع عليها في المحاكم. في حالة الترامي عندها الوثائق ديالها عندها مسائلها باش انها تستفيد من ديك الارض ديالها لا مجال لا غبار عليها. يعني كتمشي تهز لوفي وكتجستيفي به كون هو هذا اللوفي هذا راه في وزاره الداخليه وكاين في بلادار وكاين في كل شيء بمعنى هذا لي زاكس اللي تعطاو راه ديال ملك لهذ الجماعه السودانيه. هذا هو الايجابيات ديالها انها كتحتفظ لك بالحقوق ديال ديك الجماعه ديك الراسيات كتحتفظ بها وما كتخليش الترامي غير هي تسقط كما قلنا في حالة الاستثمار. التحديد يسقط في حالة الاستثمار غير تحاول تشوف معايا غير شويه كيفاش غنبيعو كيفاش كيتداخل هادشي كيفاش كنديرو الاخر كندورو كيف بغينا الصورة كيفاش كتبان. إذا شتيها من جهة دوري الحقوق كتشوفها الزوم صغير جهة المستثمر مفتوح مبني وقاد ودير اللي بغيتي وصوب وهانيها مستثمر تحت غطاء الاستثمار. دوري الحقوق تبني الدار تحت لك الدار ديالكم هذه عقود وانت ساكن فيها وكذا فلست تاز معنا عقد بالقانون وجبنا لك الا ما عندكش هذيك الدار الا ماشي معك كي عندك فيها غير من شهاده اداريه الاستغلال ها سير جبنا لك ولا بدي الملكيه دير قرار لا دار باش انهم يبيعوك وتشري انت اقرب لكن انت اللي قريب لها انت اللي قريب لك الارض ممكن تشريها حيت هي اصلا راه انت ساكن فيها وكذا ممكن تشريها عندك الاقدميه فيه حيت كتمشي لهم النظر تيحسبوا لك الثمن ديال البيع باش كتبيع 200 درهم للمترو ولا 400 درهم ولا 500 درهم. دونك هذا بما يخص التحديد. نص مشروع القانون الثالث رقم 64/17 يهم تحديد الاراضي الجماعيه الواقعه في دوائر الري. وهذو اللي كنهضروا على الري كنهضروا على الغرب نيطرا وقضاء ديك النواحي وهي اللي صدرت في حقها مسارات التمليك ماشي الجنوب الشرقي غادي تشوف واحد المفارقه صعيبه هنا شي تملك شي لا حنا بغينا نملكوها حنا بغينا نقسموا الاراضي بغينا نفكوا هذا المشكل ديال الجماعه السلاليه فاذا به نصطدم عاود الارض ماشي كلش غير دوك تحب الراي فين كاين هذا الراي انتم عارفين بدون ذكر الاسماء وبدون ذكر الاماكن هنا فقط الاراضي الفلاحيه المغربيه هي تحت كما تنقولوا حنا يملكوها اناس معروفين في البلاد يعني لا داعي لذكرها. دونك هنا قوانين نكيفها كما يحلو لنا ويتعلق كذلك كنت صغير الضير الشريف رقم رمضان نخرج من هنا نزيد شو يا زيك يا استاذ ياك دونك ينص على ستة الاراضي المشغوله بوثائق التعمير في استغلال احد المواهب ونحاولوا حاجه اللي فيها غير القرايه بلاش. دونك تتلخص الخطوط العارضه لهذا النص ديال 62/17 هي تحيين وتحيد المصطلحات المتعلقه بالجماعات السلاليه تقييد لجوء العادات والتقاليد لكل
دونك تقييد لجوء العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعه السودانيه استقبالي املاك الى اخره، اعتماديه في حدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعيه والتنظيميه الجاريه ديال العمليه، يعني كتكون واحد مجموعه ديال الحوايج، لان القانون فاش كيجي كيجي قانون يعني مواكب داك مواكب بحال قلتي العادات والتقاليد يعني داخل في السوق باش ما يكونش هناك اصطدام. دونك تكريس المساواه هذا الى اخره هضرنا عليه، تحديد كيفيه اختيار النائب ويضيف تضيف 63 تضيف 63 ورجعتي لا دابا راه هذاك من حيث الشكل دابا راه من حيث الضمون راه من حيث الضمون. دونك امكانيات فتح الاراضي السلاليه لفعل الخواص هضرنا عليها على النظر في كيفيه اختيار الاراضي، تمكين كافه الورثه ذكور المؤنثه من حصص الحصصين في التركه. دونك مشروع قانون 63 يرمي الى اعاده صياغه الظاهر الشريف مغلق 16 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الاداري لامانه الجامعه السلاليه وتحيين شكل المضمونه، وتتلخص الخطوط العريضه لدى القانون 63/17 حول اولا تبسيط المساطير تبسيط المسطره من خلال جعل الاشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليه التحديد دون طلب اجراء التحديد الذي لا داعي لاخضاعه للاشهار. فهمتي؟ التحديد كنديروا الاشهار تقليص اجل تقديم التعرضات ضد مسطره التحديد الاداري من 6 اشهر الى 3 اشهر. فتره كبيره باش التلميذ يخرج باش يكون فرنسا التعبيرات كبيره 6 اشهر. ما حطيتيش في 3 شهور فاتك الحال مشات. كانت عندك قطع ارضيه في التحديد الاداري عندك ملكيه فيها وسيتم تحديد ديك القطع راه مشات لك هذيك القطع. ديك القطعة باش يحيدوها رغم انها جات في وسط المصير. عندي انا مثلا واحد القطعة واحد 1000 متر في اراضي جامعية مثلا في جامعة سودانية اكس عندي الملكية ديالها منين جاتني طوعي المهم عندي الملكية ديالي هذا من العصبة المهم قبل ما يدخل ناخذ عليه الوصل وكنديه للمحافظة باش كنفاليدي هذاك التعرض ومن بعد هذاك المحافظ شنو كيدير فاش كيقبض عندي ديك الورقة تيدفع للمحكمة هذه جمعية اللي سيتوا تيقول للناس سيدي هذه راه أرض خاصة هرب عليها هرب على هذه الأرض لأن هذه أرض ديال مولاها وربما غادي تشوفوا عندكم في ربما تكون نماذج عندكم في الجامعة السودانية بحال هذا الشيء. إذا تقليص أجل تقديم التعرضات إلى آخره قلنا من 5 شهور من 6 شهور إلى 3 شهور على غير الأجل المحدد. إذا هنا سن بعض القواعد المتعلقة بإجراءات دونك 4 دقائق. دونك هنا القانون 64 يعني جاء كذلك تحديد اللوائح الى اخره سوف بها القانون ولكن شي حاجه غادي نحاولوا نناقشوها في المناقشه الى كان شي ما يتم اثاره بشكل مسائل نحاولوا نتفاعلوا في المناقشه. شكرا لكم جميعا. شكرا للاستاذ مهدي حمداوي على هذه المداخله القيمه اللي حاولت من خلالها نستعرض مجموعة من المستجدات القانونية في التعديلات القانونية اللي جا بها سواء قانون 63/17 وكذلك قانون 63/17 و 64/17. إذا سأمر رأسا إلى مداخلة الأستاذ عبد المنور صديق بعنوان آلية توظيف العقار السوداني في تنمية الجامعات السودانية ولاية الظل مشكورة. شكرا سيد الرئيس. صباح الخير عليكم جميعا. بداية أشكر جمعية خليفة على دعوتها الكريمة من أجل تنشيط هذه المائدة المستثيرة. كذلك أرحب بكل الحاضرين والحاضرات من ممثلي المجتمع المدني وكذلك السادة النواب الجماعة السودانية في إقليم تنزانيا. إذا كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس عنوان مناقشة هو آلية توظيف العقار السوداني في التنمية، وكما أشار إلى ذلك زميلي السي مهدي أن هذا العقار مهم جدا تقريبا 15 مليون هكتار
وبالتالي يمكن ان هذا العقار يلعب واحد الدور في التنميه. المداخلة غادي تطرق فيها التصفيه القانونيه للاراضي السودانيه وحمايتها والتحفيز والتحديد الاداري، اعداد لوائح افراد الجماعات السودانيه ولا اعضاء الجماعات السودانيه، ثم اليات توظيف العقار السوداني، تفويت وبناء الاراضي السودانيه، ثم كذلك الاجراءات لتمليك هذه الاراضي السودانيه، واخيرا ادماج الجماعات السودانيه في التنميه. اذا ثاني جهه في المغرب بعد الجهه الشرق هي الجهه ديال ضرعه تافيلات، اللي كيبلغ الحجم ديال الاراضي السودانيه تقريبا 4,600,000 هكتار، وهي بطبيعه الحال كما تلاحظ في الجدول واحد العقار مهم جدا ياك ما كان شي مشكل. اذا هو العقار الجهه ديال الشرق هي الاولى تقريبا ب 5 مليون، كتاتي بعدها الجهه ديال ضرعه تافيلات بالاقل من 5 ديالها، هي وزازات، زابوره، تيمغير، وزازات، مراشيك، راشيديه. اذا هنا هذا العقار مهم جدا داخل هذه الجهه. لذلك حينما تبنت الجمعيه ديال الالفيه الثالثه الترافع حول هذا الموضوع، كان عندها واحد الهم ديال انه كيف نحسن هذا الرصيد العقاري الضخم جدا، وهو رصيد عقاري مثلا ضرعه تافيلات بوحدها كتستحوذ على 31.76% من مجموع العقارات السودانيه في المغرب. هذا العقار ضخم ويجب تحسينه وتحديده. لاحظوا معايا هنا جميع التصرفات اللي ممكن نهضروا فيها على الاراضي السلاليه غادي نلخصوها في هذه الخطه. كل شيء، اي حاجه متعلقه بالاراضي السلاليه غادي نلقاوها في هذه الخطه، بدءا من اعداد لوائح ذوي الحقوق او اعضاء الجماعه. وهذه المساله الله يجازيكم بخير خذوها بمهمه. ما يمكنش نهضروا على العقار السلالي ما هضرناش على الارض ومعها لوائح ومعها نواب. ما يمكنش نحلوا المشكل ديال هذا الاراضي السودانيه الا ما عندكش هذه الارض محدده ومحفظه على الاقل التحديد في البدايه. وشنو هو التحديد؟ هو ان هذه الارض سميت واحد الجماعه سودانيه. الا ما كانتش هذه بلا ما نهضروا كاع على الاراضي السودانيه. اول حاجه خصنا نديرو هو تحديد هذه الاراضي السودانيه. كنظن انا في التنغير كاين التحديد بواحد الشكل متقدم ياك ساعات. يعني التحديد كاين تقريبا يعني اغلبيه ديال الاقاليم ديال الجهه عرفت هذا التحديد، يعني على الاقل خصنا نعرفوا هذا التحديد ديال ايت ديال هذه القبيله الاولى. هذا هو النقطه الاولى باش نهضروا على غادي نحصنوا هذه الارض السودانيه. من بعدها كيجي في الاهميه النائب. الا ما عندكش نائب ما عندك حتى شي حاجه، لان النائب هو المسؤول على جميع التصرفات اللي غتكون على الاراضي السودانيه. الا توزع الانتفاع خصو يكون هو اللي غادي يوزع، يعني الا ما كانش داك الكاشي ديالو ما غادير حتى. وهذا قوه القانون، والدوله هنا كانت صائبه في هذا الامر هذا، لانه ما يمكنش غادي نهضر انا كسلطه محليه مع قبيله كامله. كي غادي ندير نهضر انا مع قبيله كامله؟ كان خصني نهضر مع الممثل ديال هذه القبيله او ممثلين، وهما جماعه النوب. وجماعه النوب عندهم دور مهم جدا. خصنا حنا كسلاليين نكونوا بجنبهم ونساعدهم ونساندهم، لان هي مهمه صعبه. ولا احتاج ان اذكر بان مهمه تطوعيه، يعني مجانيه. المساله الثانيه وهي اللوائح. ما غادي تستفد حتى شي حاجه من الاراضي السلاليه الا ما راحش سميتك في اللائحه. الا ما عندك السميه في اللائحه انت راك لست سلالي اصلا. وبالتالي يمكن من بين الاقاليم في الجهه اللي عندها واحد التقدم كبير في اعداد اللوائح هي الاقليم ديال تنغير. يعني الاقليم الناس ديال تنغير بذلوا واحد المجهود كبير باش داروا على الاقل واحد اللوائح بنسبه الا نقول لك وقيله حتى لواحد 50-60% راهم دايرين اللوائح. اذا هاد الثلاثه الله يرحم لكم الوالدين هما المهمين عندنا. نحصل الارض بالتحديد ونديروا النائب ونديروا اللوائح. إذا درت هذه الثلاثة ديال الأشياء، هذه الثلاثة ديال هذا، صافي غادي تبدا أي حاجة من بعد غادي تجي سهلة. أول حاجة كيف توزيع الانتفاع؟ شنو هو الانتفاع؟ ملي كنهضرو علاش ما درتش كلمة توزيع الأرض؟ الانتفاع إما يكون أرض، إما يكون أرض فلاحية، بقعة سكنية، أو ربما أموال، لأنه كانت
هاد الاري كما كتستعمل لانها كتكرا كتفوت وهذيك الاموال كتبدا في واحد الصندوق العائدات العائدات كتبدا في واحد الصندوق في العماله كيكون نائب على اطلاع هاد الاموال اللي كاينه تما غالبا اذا كانت اموال صغيره ما يمكنلاش توزع الا غادي توزع عليا انا واحد 10000 ريال اللهم نجمعو نديرو بها طريق ولا نديرو بها شي حاجه مصلحه للسلم للسلمه يعني للقبيله هنا توزيع الانتفاع راه ما يكونش الا ما كنتيش اولا انت في اللائحه وعندك سيدي النائب اللي غادي يشرف على هذا العمل هنا التسويه القانونيه للرصيد العقاري اللي هضرت عليها ضروري خصنا نحددو ثم عندنا فضل النزاعات هذه المساله اللي هي مهمه النائب عنده واحد الدور انه يحاول يوفق ما بين الناس الى عندنا واحد النزاع على واحد 100 هكتار وحنا عندنا هنا 10000 وهنا 10000 اللهم نتسامحوا بعضياتنا ونحدوا ديك الارض حسن ما نخليوا هذاك النزاع يطول وخاصه في المغرب ما عندناش محاكم عقاريه يعني يكون مختص القاضي المختص في العقار كيكونوا قضاة عامين ولكن كيشدوا داك الملف وكيبقاو كل مره يقول لك راه ما عدم الاختصاص يستحسن انا في نظري ما تمشيش هذه كاع المحاكم يكون الصلح وفضل النزاع بطرق سلميه ووساطه الى غير ذلك شوفوا التصرفات المهمه اولا الكراء الكراء سابقا ما كانش بواحد الشكل اللي هو قانوني كان هناك ترامي او لو واحد الكراء اللي كيكون خارج مؤسسه النائب دابا حاليا ما يمكنش شي قطاع ارضي يتكرا الا ما خضعتش لواحد القانون شنو هو هذا القانون اولا هاد القطعه الارضيه كيدار واحد الاعلان باش تكرا قطعه ارضيه بعد موافقه نائب الاراضي السلام وهذا النائب كيتشاور مع القبيله راه غادي نوضعوا واحد الاراضي للكيره وهنا الكراء لا يقتصر فقط على السلالي وانما كما قلت السلالي يقتصر يقدر يمشي حتى للناس اللي خارج السلم ولكن ويبقى واحد الدفتر ديال التحملات شنو هو الدفتر التحملات اي واحد كراء سلالي او غير سلالي خصو يدير مشروع بعد ثلاث سنوات ثلاثه سنوات الا ما دارش مشروع وخدم الناس من حق النائب يطلب استرجاع هذيك الارض الى حاضره الجماعه السلاليه لاحظوا معايا بعض التجارب هنا في درعا تافيلات راه هي الله تكرات الارض انبت النخل تم علاش تحت طائلات غادي نسحب منك الارض الا ما درتيش المشروع هنا المشرع قال له ودي عوض ما تبقى هذه الارض هكا محبسه ومحفوظه علاش ما نحركوش تم ولكن الكراء راه كتبقى دائما هذه الارض في ملكيه الجماعه السلاليه غير هذه شحال كان الكراء في واحد المده محدوده دابا كيولي مكري على حساب المشروع مثلا واحد غادي يدير فيرما في نظركم شحال غادي نعطيوه من سنه راه الطبيعي حتى نعطيوه واحد 50 سنه ولا 100 على الاقل ما يمشي تقول له غادي دير فيرما ديال النخل وغادي نعطيك 5 سنوات ونرجع لها ما يمكنش اذا المده ديال الكراء خصها تكون حسب نوعيه المشروع واحد غادي يجي يدير يقول لك نكري عليكم هذا الارض باش ندير بومبا ليسانس بومبا ديال الوقود واش غادي تقول له تكريها عليا 5 سنين ما يمكنش ولكن غادي تزيد عليه في سومات الكراء وهذا الشيء كله كيراقبوا النائب والا ما وافقش عليه ما يدوش علاش بغيت نعطيكم الاهميه ديالنا باش توقفوا بجنبه هو يوقف بجنبكم يعني هنا خص يكون واحد اتحاد ما بين النائب وال تفويت كما اشار الى ذلك السيد هذه شحال كانت التفويت ديال الاراضي السلاليه كيكون غير الدوله ولا الجماعات الترابيه الجماعات المحليه دابا حاليا القانون جا كيقول بانني ممكن نفوت واحد الارض الى القطاع الخاص ولكن بلاتي نتفاهموا على التفويت كيكون وفق القواعد ديال التفويت القانونيه يعني السومه ديال التفويت ماشي كينحدوا مثلا نجيو واحد الارض هنا في القلعه ونقولوا نفوتوها له بجوج دراهم لا التفويت كنجيبوا لجنه خاصه كتقيم داك السعر ديال الارض شحال كتباع الارض شحال غادي نفوت لك هاد الارض
هذه الا تفوتت كتخرج من الملكيه ديال الجماعه السلالي. الجماعه السلالي كتستافد من ديك الامر الاموال. هذا هو الجديد في هذه المساله ديال التفويت. طبيعه الحال كثير من الناس كيعترضوا على التفويت بصفه نهائيه، كيقول لك لا ما تخرجش الارض. الدوله شنو كتقول لك؟ كتقول لك اودي هذه الارض عوض ما تبقى دائما محطوطه، خصها ضروري تدخل في العجله ديال الاقتصاد. اذا هنا التفويت ماشي بديك السهوله ديال غير يجي وياخذ كما كنا يجي واحد المقاول ويعطيه واحد 50 كبار بجوج درهم باش يدير التجزئه السكنيه. لا، دابا غادي تفوت ب السعر ديالها الحقيقي. هذا كذلك جديد. ثم عندنا هاد الفلوس اللي كنجيبوها من التفويت او من الكرم عندها جوج طرق باش تتصرف. إذا كانت فلوس كثيرة كما قلت لكم غادي نوزعوها، إذا كانت فلوس قليلة كديروا بها مشاريع. هاد المشاريع ماشي بالضرورة تكون غير مشاريع ديال الطرقان، تقدر دير حتى أنشطة مدرة للدخل. مثلا إذا جاو شباب ودفعوا تعاونية ممكن نساعدهم في إطار هاد التعاونية. ممكن نديروا بها دار للفتاة، دار للأمومة، دار يعني بزاف ديال الحوايج اللي نديروهم. كيفاش كنديروا؟ ساهله، غادي نمشيو حنا واحد الناس وغادي نعيطوا للنائب ونقولوا له حنا بغينا نديروا مشروع. النائب ما عليه الا غادي يشوف ذاك المشروع ويكرش عليه ويحطو عند السلطه المحليه. انا ذاك السلطه المحليه غادي تدرس المشروع وغادي تعيط للنائب، وعلى ذاك الا كان هذا المشروع كيحترم القوانين راه غادي يتم التدني ديالو، الا كان غير خارج القوانين راه غادي ترفض السلطه بطبيعه الحال باعتبارها وصية على أراضي السلالي. شنو هي العلاقة ديال النائب بالسلطة؟ النائب هو الوسيط ما بين الوصاية وما بين السلاليين. ما يمكنش هو يدير أكثر من هذه الخدمة ديالو، علينا أن قلت لكم راه الخدمة ديالو مجانية، يعني كيخدم في سبيل الله والتطوع. كيبقى أن آخر نقطة هو تمليك الأراضي السلالية. هذا التمليك ما نهضروش على التمليك في القطاع المصري، لان احنا ما عندناش هذه الحاله هنا في قطاع تابيلات ولا في اقليم تيلا. نهضر على التمليك الاراضي البوري فقط. هذه الارض اذا كانت فلاحيه ولكن الشرط هو 10 هكتارات. هذا الشرط كثير من الناس كيعتبروا مجحف. يلا ها انا عندي جوج وبغيت نملكهم. كاين هنا واحد الحل، اما ديال الادماج ديال هذا. كنجيو حنا ثلاثة الناس ولا أربعة، كنكونوا 10 فما فوق، 10 هكتار فما فوق، وكندفعوها للتمليك. كذلك التمليك مشروط بأنك دير مشروع استثمار. يعني المحافظة العقارية ما كتعطيك ذاك الأمان اللوبي اللي كيبقى عندها، حتى كيسني النائب بأنه زرت هاد الناس اللي داو هاد الأرض ملكية ووقفت على أنه بالفعل تم إنجاز هذا المشروع. يعني هذه في الأراضي الفلاحية، التمليك يخص الأراضي الفلاحية فقط ولا يهم الأراضي الحضارية اللي كتوجد في المدينة. هذا الشرط ديال 10 هكتارات أنا كنعتبره مجحف، يعني خصني ضروري إلى عندي أنا خمسة خصني نزيد معايا واحد السين، ويمكن نتملكوها عن طريق تعاونية. إذا هنا كما قال السيد المشرع جاب شي حوايج مزيانين، ولكن باقي خص شي حوايج اللي خصنا نترافعوا عليهم في المستقبل. اذا هذه هي اهم التصرفات اللي ممكن. اذا قبل ما نهضروا على هذه الامور هذه كامله، هذوك ثلاثه الحوايج اللي قلت لكم هما اللي غادي نخدموا عليهم، وهو نحدوا الارض والا قدرنا نحفظوها، اموراها خصنا نديروا النائب الا ما عندناش النائب ونعاونوه ونخرجوا جنبو، ثم نديروا اللواف. هادو ثلاثة ديال الحوايج كاملين إذا بغينا نوصلوا لهذا، نوزعوا الانتفاع، نديروا النزاعات، الكراء، نديروا أي حاجة، ولكن خص يكونوا عندنا هاد ثلاثة ديال الحوايج اللي هما مهمين. بجميع الأحوال هذه هي أهم الإشكاليات اللي مطروحة في التدبير النزاعات في الأراضي السودانية. هنا بغيت نوقف على الأهمية ديال جماعة النواب، لأنه هي الفاعل الأساسي في أي شيء في سميتو في تدبير هذه الأراضي.
ثم الانتفاع ما تسوقوش دائما الانتفاع هو الارض الفلاحيه، ممكن يكون عنده عده اوجه. نزيدوا عليها المساله ديال المشاريع، هذه النقطه هذه هي المشاريع، انجاز مشاريع التنمويه مهمه جدا. علاش؟ لان عوض ما غادي نعطي واحد هذيك الفلوس نشدوها ونعطيو لواحد 10000 ريال 10000 ريال 10000 ريال، راه الا اتفقتوا وسني النائب على الدوسي السلطه المحليه اللي تقول لك عوض ما نهبر راسي ونخدم معاهم هذه المشاريع راه نوزع عليهم هذه الفلوس ونتهنى منهم، ولكن هذيك الفلوس راه فلوس قليل قليله، ما تشري حتى الساك ديال الخضره. اللهم نفكروا دائما في مشروع لصالح المنطقه والقبيله. اذا هنا غادي نعاود ثلاثه الحوايج اللي هما مهمين، هو التخدير ديال الاراضي، ثم كذلك جماعه اللواء، واخيرا وهو اعداد اللواء اللوائح. هادو الا كنتو تقولوا ثلاثه ديال اللبنات الاساسيه باش نمروا لهاد التصرفات كامله الوارده على الاراضي السلبيه. وما تخافش من الكرا، انا نقول لك الكرا الاجانب ما تخافش منه، لانه اللهم نكريوها وناخذوا منها واحد الفلوس اللي غادي نستثمروها في حوايج اخرى، ولا نخليو الارض دائما واقفه، وهذا هو الهدف ديال المشرع. ثم حتى التفويت ما تخافش منه، لان الا تفوتت الارض بطرقها القانونيه المنصوص عليها في التشريعات راه ما كاين حتى مشكل. علاش غادي نخليو حنا الارض محطوطه وما غادي نديرو بها حتى شي حاجه، ولا غادي نتنازلو عليها؟ راه النزاع على الاراضي السلاليه اغلبيه ديالو هو هذا، هو هذه المساله ديال التحفيل والتحديد. الى حددتي الارض ديالك، الطريقه ديال التحديد سهله، جيب غير ورقه تثبت بانك هذه القبيله هي ديال هذا الارض. انا ذاك كيتعلن هذا الامر ديال التحديد، والا ما كانش اعتراض راه غادي تحدد مباشره. وهنا التحديد كيكون بجوج طرق، اما حنا كنطالبوا به، اما السلطه المحليه هي اللي كتفرض. حالة النائب إلا ما طلبش التحديد كتقول لك السلطة أنا غادي نباشر العملية ديال التحديد، وبالتالي النائب عنده دور مهم في العملية ديال إدارة هذا وتدبير هذه الأملاك السلالية. إذا سأكتفي بهذا الأمر لكي لا أطيلك حتى الوقت، على أساس أن في المناقشة سنقوم بالإجابة عن جميع الأسئلة والانشغالات ديالكم في هذا الأمر هذا. اشكركم على حسن الاستماع واشكركم السيد الرئيس. السلام عليكم. الشكر موصول كذلك للاستاذ عبد المصدق على هذه المداخله القيمه، وبالعاده دائما في انني لا اذكر بما تفضل به المتدخل للمناقشة وللمشاركين حتى يدلوا بدلوهم كذلك في الموضوع. إذا سأمر مباشرة إلى المداخلة الثالثة للأستاذ العالم الكندي بعنوان حكامة تدبير الأراضي السلالية بين التمليك وجلب الاستثمار. فليتفضل.
إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لجمعية الألفية الثالثة للفعل التنموي بجهة درعة فيلات. تحية للسيد المسير. تحية صباحية كذلك لباقي الحضور للسادة الأساسية الكرام. إذا الموضوع الضاقة التي يندرج في إطار حكامة تدبير الأراضي السودانية بين التمليك وجلب الاستثمار. هنا تساؤل يوضع، ما هي مظاهر مساهمة الأراضي السودانية في التنمية وما هي آفاقها المستقبلية؟ في هذا الإطار لابد أن نقول بأن الأراضي السودانية اليوم تكتسي واحد الأهمية بالغة، سواء من حيث عدد المستفيدين منها، كما أنها تشكل لديهم واحد أداة ووسيلة مهمة من خلال روابط التآزر والوحدة القبلية. وهذا يظهر أين؟ وأي كيف يمكن أن يتضح لنا؟ يتضح من خلال الطريقة التي كانت تدبر بها هذه الأراضي من لدن هؤلاء أفراد هذه الجماعات ونواب هذه الجماعات باعتبارهم كجماعات سلالية ينتمون لنفس القبيلة. وبالتالي من هنا محاولة الاستحواذ عليها، وهذا الأمر يمكن الأخذ بعين الاعتبار أن المستعمر أخذ محاولة التقرب إلى هؤلاء الأفراد وإرضاء القبائل عن طريق وضع وسن شريعات تتماشى مع تلك الأعراض ومع مع مصالحه، كما أنها تتجلى أهميتها أيضا في المساحة العقارية التي تشملها والتي تحتلها، مما يجعله من الضروري أخذ عين الاعتبار عند وضع البرامج والخطط والسياسات والاستراتيجيات التنموية. إذا من هذا المنطلق هنا دفع المشرع المغربي هذا الأمر إلى تحيين وإلى تعديل وإلى تجديد ترسانة القانونية المؤطرة في اتجاه إخراجها من الاستغلال التقليدي إلى الاستثمار الناجع والفاعل. وهنا سيحرك هذا الأمر عجلة التنمية، خاصة بما فيها التنمية الوطنية ثم التنمية على المستوى الترابي. كذلك محاولة منه من خلال هذه الترسانة القانونية تحسين الوضعية الاجتماعية ثم الاقتصادية خلال اقتصاد اجتماعي والتضامني لذوي الحقوق. إذن لابد أن نعود مرة أخرى ونؤكد بأن المبادرة الملكية كانت هي الراعي الأول إلى تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق التي وجهت خلال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، ثم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في سنة تاريخ 2015 بالسخيرات، وهي بمثابة تلك الخريطة الأساسية من أجل الاستغلال الناجع والفاعل والفعال لتلك الأراضي، كذلك من خلال المستجدات الشريعية التي جاءت في هذا الإطار. فمن بين المستجدات التي يمكن أن تتضح إمكانية تمليك الأراضي السلالية وفقا لمبدأ المساواة بين الجنسين ومنح إمكانية تمويتها للخواص وكذلك المؤسسات العمومية. إذن لا بد أن نقول بأن العقار يبقى هو يلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية. لماذا؟ باعتباره هو الحجر الأساس ومنطلق كافة تلك المشاريع التنموية والخطط والبرامج والاستراتيجيات، خاصة إما في الشق المقاولة الخاصة أو القطاع الخاص، ثم في جانب المؤسسات والإدارات والجماعات الترابية، هذا في جميع المجالات. ثم لا بد من توفير أوعية العقارية الضرورية لاستقطاب هذه المشاريع وبناء البنيات التحتية الهيكلية. إذا فهذا العقار يبقى هو العامل الحاسم والضروري لجذب هذه الاستثمارات، لمدى قدرة المراكز الحضرية على الاستجابة والاستيعاب تلك الحاجيات والمتطلبات اليومية للساكنة لمواكبة كذلك النمو الديموغرافي وجذب الاستثمار. لا ننسى في هذا الإطار أن نشير إلى أن الأراضي السلالية تستقطب عددا كبيرا من الاستثمارات التي هي ذات نفع عام. ثم لا بد أن نشير هنا إلى أن هذا الخزان العقاري للمترامي الأطراف، ثم بالنظر إلى الآليات والطرق التي وفرها المشرع، سيؤدي إلى جعل الاستثمار ركيزة أساسية بالنسبة لذوي الحقوق.
إما عن طريق الاستغلال المباشر كما قلت من ذوي الحقوق، أو عن طريق غير المباشر عبر السلطة الوصاية التي هي لا زالت حاضرة في إطار تلك المعاملات العقارية، كمثال على ذلك عقود العقار، تفويت، الكلاء لفائدة هذه الدولة أو الجماعة الترابية أو لفائدة المؤسسات عمومية. إذن إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو يعد أحد المحاور والمرتكزات الأساسية والاستراتيجية لتدخل الدولة. وهنا تعد المبادرات والمشاريع التي هي ممولة إما كليا أو جزئيا من مدخرات هذه الجماعات على دليل على الاهتمام والعناية التي تحظى بها هذه الأراضي السلالية لدى شريحة واسعة، خاصة شريحة ساكنة العالم القروي والأرياف والدجائر، مما أنه يلعب دورا محوريا ومرتكزا أساسيا في تنزيل وفي بلورة وفي جلب استثمارات، خاصة على مستوى السياسات العمومية التي هي مندمجة والتي تجعل من العقار منطلقا أساسيا في المخططات الهيكلية. فمن هذا الجانب يمكن أن نضع تساؤل آخر، ما هي الإسهامات ديال هذه الأراضي السلالية في التنمية؟ وكيف يمكن أن تؤدي إلى رد الاعتبار لذوي الحقوق؟ لا يخفى عليكم كما قلت بأن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، كما أنه رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار المنتج والمدير للدخل، كما أنه هو موفر للفرص ديال الشغل، كما أنه إلى جانب ذلك انطلاقة حقيقية للمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية بما فيها الخدماتية. من هذا المنطلق بالإضافة إلى ذلك يبقى العقار هو محرك اقتصادي. محرك اقتصادي لماذا؟ لأنه يوفر الأرضية الأساسية والخصبة على إقامة البنيات التحتية بما فيها التجهيزات العمومية، كما أنه تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط والبرمجة العمرانية، مما أنه يؤكد على أن هذا العقار هو آلية أساسية لضمان حق المواطن في السكن. إذن ما هي هذه الإسهامات؟ يمكن أن نؤكد أن هذه الإسهامات إسهامات في المجال الفلاحي، في المجال الاجتماعي، في المجال الصناعي إلى غير ذلك. في مجال مساهمة الأراضي السلالية في التنمية الفلاحية، هنا يمكننا نؤكد بأن الفلاحة تعتبر واحد القطاع حيوي أساسي بالنظر إلى موقعه في الاقتصاد الوطني ودوره كذلك في التنمية، حيث أن الفلاحة تساهم واحد نسبة مهمة في الناتج الداخلي الخام وتشغل لنا واحد 50% من اليد العاملة على الصعيد الوطني و 80% منها على في المجال القروي. والعقار هنا تبقى له مكان أهمية. علاش؟ لأن له باعتبار أن البنية الأساسية التي يقوم عليها النشاط الفلاحي بمختلف أنواعه، وفي هذا الصدد فالأراضي السلالية تشكل واحد نسبة مهمة من الأراضي الفلاحية، حيث تمتد على واحد المجال فلاحي وجغرافي شاسع ومتنوع، ترتكزها غالبيتها في المناطق الجبلية ثم في المناطق الرعوية وخاصة الجنوب الشرقي. كذلك استغلال هذه الأراضي الجماعية في الجنوب الفلاحي من طرف وزارة الفلاحة هو يتم بواحد الطريقة عصرية. لماذا؟ بهدف خلق الاكتفاء الذاتي للحبوب، حيث تم سقي بعض الأراضي بالأذرع المنغولية كما هو شأن بالنسبة للمنطقة ديال القلعة، كما أنه يقارب في هذا الأمر 65% في قطاع متعلق بالقمح وفي الهكتار الواحد إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن يبقى لنا أن نقول إلى أي حد يساهم هذا العقار في الأراضي السلالية في المجال ديال التنمية الاجتماعية. لابد أن نقول بأن أراضي جماعة السلالية ساهمت بتحقيق مجموعة من المشاريع والأوراج الكبرى، لعل من بين هذه الأوراج هو بناء السدن وبناء الطرق السيار، إضافة إلى العديد من المشاريع التي هي مدرة للدخل على مستوى المدن. ثم هذه الأراضي السلالية
دور ديالها في التنمية الاجتماعية يتجلى في جلب استثمارات متعلقة في بناء المصحات، في بناء المستشفيات، في بناء المدارس، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية وخدمات القرب التي المواطن هو في حاجة لها. وهذه البنية العقارية على مستوى الأراضي السلالية هي التي ستوفر لنا هذه الخدمات الاجتماعية. فلأجل اتخاذ قرار حول كيفية استخدام هذه الموارد سواء عبر إنجاز المشاريع لفائدة هذا ذوي الحقوق أو بالنسبة على مستوى الأراضي السلالية أو توزيعها، هنا لا بد من تبني طريقة تهيئ وتؤدي إلى إعداد المشاريع الاستراتيجية تعتمد على ثلاث مرتكزات. المرتكز الأول هو تصاعدي، مشاريع مقترحة من طرف نواب الجماعات السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق. هناك كذلك البعد المتعلق بالتشاركي، هنا تنقول بأنه ما يمكنناش نديروا أي برنامج استثماري بدون المشاركة أو المقترحات التي يتقدم بها نواب الجماعات السلالية خاصة شرط بعد استشارة ذوي الحقوق. ثم كذلك هي إقليمية بل أيضا تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كانت بمبادرة ملكية وبتأطير من السلطات المحلية والمصالح التقنية والإقليمية. ثم البعد اللامركزي، حيث هنا تتصهر مصالح العمالات والأقاليم على واحد الوضع، عند واحد الدفتر ديال التحملات والقيام بمختلف مراحل ديال إنجاز المشاريع وتنفيذ الصفقات. وهنا تتستعن لابد أنها تتخذ بعين الاعتبار المقترحات والخبرة التي تقوم بها مكاتب الدراسات المتخصصة من أجل ضمان الشفافية والفعالية في الصفقات العمومية. ثالثاً، كيف ستساهم هذه الأراضي السلالية في التنمية الصناعية؟ يمكن أن نؤكد بأن ستعتمد تنمية اقتصاد المغرب أساساً على مدى القدرة ديال الدولة على التخطيط وعلى إنجاز البنيات التحتية المختلفة، وتعتبر إنجاز فضاءات الاستقبال الصناعية من أهم ومن أبرز العوامل المساهمة في التنمية الاقتصادية. جدير بالذكر أن نوضح أن الأراضي السلالية هي تتوفر على العديد من المعادن بمختلف أنواعها كالفضة كالنحاس إلى غير ذلك، وتتساهم واحد النسبة مهمة في إنتاج مادة الفوسفات التي تحتل فيها البلاد مراكز متقدمة في الإنتاج على المستوى العالمي، حيث هنا تتبلغ نسبة المسابقة المغرب في الإنتاج ديال الفوسفات على المستوى العالمي 75%. وتتبقى الأراضي السلالية تتلعب دور مهم نظرا لما تتوفر عليه من ثروات. هذه الأراضي هي تجهد إقامة مجموعة من المشاريع المهمة والاستراتيجية للمغرب كمركب نور بورساسات الذي يعتبر أكبر محطة إنتاجية للطاقة الشمسية بالعالم بمساحة تقدر بأزيد من 3000 هكتار وبغلاف استثماري بلغ 24 مليار درهم. يبقى لنا كذلك أن نضع تساؤل، ما هي الآفاق المستقبلية لتدبير ولحكامة هذه الأراضي السلالية؟ يبقى البعد الحكاماتي مهم وأساسي، حيث أن هذه الأراضي السلالية تعتبر أو تعد احتياطاً عقارياً مهماً، حيث أنه يساهم في تفعيل المخططات القطاعية الحكومية وتشجع على الاستثمار. وفي هذا الخصوص تقوم السلطات الوصاية على إعداد البرامج والمخططات لأجل الاستفادة من الرصيد العقاري والتجاوز كذلك وتبيين كذلك الصعوبات والإكراهات التي قد تعترض هذه الأراضي السلالية من أجل تنزيل فيها البرامج الاستثمارية والمرتبطة بها. هنا تعتبر ميثاق لا تمركز ديال تدبير الأراضي السلالية هو واحد الآلية، هو أداة مهمة من الآليات والأدوات التي ستعتمد عليها الوزارة من أجل تحقيق هذه المشاريع المسطرة في إطار توجهاتها وبرامجها الكبرى التي كما قلت تهدف بالأساس إلى تبني سياسة القرب. سياسة القرب حيث أنه سيخفف هذا الأمر الضغط على الوزارة الوصية، ثم أنها ستقوم بنقل
بعد اختصاصاتها الى الاقاليم والعملات لان اكثر درايه بشؤون وتدبير هذه الاراضي، كما انها ستساهم في رفع خدمه الخدمات من جوده الخدمات المقدمه. هذا من جانب، لكن من جهه اخرى لا بد من تعزيز الانخراط في التوجهات الحكوميه الراميه الى نهج سياسه لا تمركز، سياسه لا تمركز على مستوى المرافق العموميه من خلال بلورة وتنزيل ميثاق لا تمركز الإداري، ثم دعم سياسة كما قلت الجهوية المتقدمة التي تبقى السبيل أنجع والأساسي لبلورة المشاريع والاستراتيجيات والخطط والسياسات الترابية على مستوى هذه الأقاليم والجهات والعملات. يبقى لنا من بين الأفاق المستقبلية الأراضي السلالية وتبهير العنصر البشري بمعنى الموارد البشرية. فتأهيل الموارد البشرية هي الوزارة تسعى بما خاصة فيها مديرية الشؤون القروية إلى تحقيق هذه وتقوية إعادة توزيع هذه الموارد. لماذا؟ من أجل تعزيز أقسام الشؤون القروية على مستوى العملات والأقاليم بأطر كفأة ذات مؤهلات ملائمة وإعادة وإعدادها كآلية كوسيلة، إضافة إلى مبدأ التكوين المستمر والتكوين للموارد البشرية في مختلف المجالات التي تهم هنا تدخل الدولة باعتبارها هي سلطة الوصاية خاصة القانونية بما فيها السلطة الطبوغرافية والمعلوماتية التي ينبغي استحضارها على مستوى هذه المكاتب وهذه كذلك الأطر التي ينبغي أن تجيد آلية هذه الموارد الإلكترونية. استسمح هناك مسألة أخرى، الأبعاد المستقبلية لتدبير الأراضي السلالية. هنا لا بد أن نؤكد عن النظم المعلوماتية. فالمديرية وضعت، خاصة مديرية الشؤون القروية، وضعت واحد النظام معلوماتي مهم مندمج يهم طبيعة الحال جميع مصادر تدبير أراضي الجموع، خاصة للحفاظ على الرصيد العقاري، ثم كما وضح الأستاذ الكريم عبد النور لفض النزاعات وأن تكون موثقة هذه النزاعات والمعرفة الارتباطات التي يمكن أن تؤدي إلى حل هذه النزاعات، ولكن بآلية الوساطة والتحكيم، لأن هذه هي الوسائل البديلة للنزاعات. حتى ترى تبقى هذه النزاعات هي متراكمة وفي عدد تصاعدي على مستوى المحاكم. هنا سيتم ربط العملات والأقاليم المملكة بهذا النظام للتمكن من تسيير هذه الممتلكات في إطار مندمج، في إطار الاختصاصات التي هي ممنوحة والوظائف التي منحت لهذه الأقسام خاصة على مستوى العملات والأقاليم، كما أنها ستشكل نظام قاعدة ديال تبادل المعلومات على مستوى المصادر المركزة للسلطة الوصاية من أجل تتمين وتأمين السير العادي للمعاملات التي تدرس على المستوى الإقليمي، وخلالها يتم تبليغ قرارات الوصاية عبر النظام المعلوماتي. يبقى لنا مسألة مهمة وأساسية، إذا كنا نتحدث ونناقش تأهيل الموارد البشرية، نناقش تثمين هذه الاستثمارات وتشجيعها وتنزيلها على أرض الواقع، فلا بد لنا من نفقات، نحتاج إلى الوسائل المالية الضرورية. هنا مديرية الشؤون القروية ستضع الوسائل المادية والمالية السنوية باعتبارها نفقات سنوية حسب الآجال المحددة نقل اعتمادات واختصاصات وبرامج العمل المتعلق او المتفق عليها مع الاقاليم، وهو في هذا الصدد سترصد للمصالح المركزيه للوصايه الاعتمادات الضروريه المباشره للسلطات الاقليميه عبر حسابات بنكيه مفتوحه باسم وزير الداخليه على الصعيد الاقليمي، وبالتالي سيتم تزويدها بالاعتمادات الماليه الضروريه حسب تقدم مراحل وأشهر إنجاز برنامج العمل، ومن ثم تحويل هذه الاعتمادات بموجب، لا بد من أن يكون هناك قرار من وزير الداخلية من أجل
تحوي هذه الاعتمادات. نقطة أخرى لابد أن نؤكد عليها، خاصة أن أراضي الجموع كما قلنا أنها تكتسي أهمية بالغة ضمن المنظومة العقارية بلادنا، وتقوم بدور كبير في خلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذه الأراضي السلالية هي تواجه إشكالات وصعوبات وإكراهات متعددة. أولاً تتمثل في تسمين الأنجع للمؤهلات التي تتوفر عليها لفائدة التنمية البشرية والتنمية بكافة تجلياتها. لذا فتمليك النقطة الثانية ديال هذا المداخلة على المستوى النقاش ديال المسألة ديال تمليك الأراضي ديال الجماعة السلالية هي تتجلى بطبيعة الحال في التحفيظ العقاري للتجزئة الفلاحية المستغلة من قبل ذوي الحقوق وتسجيلها بأسمائهم من أجل تشجيع الاستثمار على مستوى هذه الأراضي، ثم لتسهيل إجراءات الصفقات العقارية وخلق الدينامية الجديدة في سوق العقار القروي والفلاحي، إضافة إلى الرفع من معدل ولوج المرأة إلى ملكية الأراضي الجماعية عن طريق التمليك والإرث. فللإلمام أكثر بهذه المسألة لا بد من معرفة أهداف وشروط هذه العملية، أي تمليك أراضي جماعة سلالية، ثم ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل تمليك هذه الأراضي السلالية، في جانب كذلك النقطة الأخرى ألا وهي التدين الإداري لأراضي الجمعة. بخصوص أهداف وشروط تمليك الأراضي السلالية، مما لا شك فيه أن عملية تمليك الأراضي ديال الجماعة السلالية هي الصيغة الأكثر ملائمة وفاعلية لتثمين الرصيد العقاري الجماعة السلالية، ولا شك أن هذه الأراضي السلالية كما قلت تهدف إلى مجموعة من الأهداف، هي أهداف سياسية محضة، هدف اقتصادي، ثم هدف اجتماعي. لنأخذ أهداف تمليك الأراضي السلالية، فمن أجل تمليك الأراضي الجماعة السلالية تهدف الهدف ديالها هو تحقيق استثمارات، هذه الاستثمارات فلاحية فوق الأراضي ديال هذه الجماعة السلالية كما قلت، ليبقى موضوع التمليك إما عن طريق خلق استغلالات فلاحية عصرية ستمكن لا محالة أنه من أن تحسن الوضعية ديال أعضاء الجماعات السلالية لتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، أي أن هذه العملية لها أهداف اقتصادية كما أن لها هدف سياسي بما فيه اجتماعي. لنأخذ الهدف الاقتصادي الذي له دور محوري في تحريك عجلة التنمية. الاقتصاد إلى ماذا يهدف؟ يهدف إلى الرفع من الدخل الوطني، إلى تشجيع الاستثمار. علاش؟ لأن العقار تعتبر هو الوعاء التي يحتضن هذه الأنشطة الاقتصادية. فهنا ما يمكنناش نتكلموا عن الاستثمار المشجع للاقتصاد دون أن يكون لنا وعاء عقاري مهم، لأن العقار تتسم بتعدد أنظمته وبتعدد القوانين التي تطبق عليه، وما أراد الجماعة السلالية إلا خير مثال على ذلك. فهذه الأراضي تتشكل نظام عقاري له من الخصائص ما يميزه عن غيره من الأنظمة العقارية الأخرى، فهو يتسم أولاً بماذا؟ بالتملك الجماعي للأرض، وما يتبع ذلك من عدم الوضوح ديال حق الفرد في هذه الحصة ديالو، ومع اقتصاد حقه على الانتفاع. فأمام هذا الأمرين كما قلت المتمثلين في ضرورة تحقيق واحد التنمية اقتصادية وما يتميز به العقار السلالي من خصوصيات، يأتي التمليك كحق للتوظيف ذلك العقار في التنمية. الهدف الثاني هو هدف سياسي، هدف سياسي تتجلى أنه تتخذ تمليك هذا الصدر طبع سياسي. لماذا؟ لأن ملكية الأرض كانت ولا زالت محط صراعات ورهانات سياسية محضة، فمن يمتلك الأرض هو يمتلك القرار السياسي، وهذا القرار السياسي يؤكد
وهو مرتبط بطبع الحال لاتخاذ القرارات في مجالات متعددة. تاريخيا هو أن السلطة السياسية كانت على مستوى المغرب تتميز بواحد جوج ديال القطبين. أولهما القبيلة بما لها من أعراف ومن عادات، ثم تدور الأنشطة ديالها حول خدمة الأرض، فلا قبيلة بدون أرض، هذه معروفة. ثانيهما هو أنه مؤسسة المخزن لتتمكن الناس السلطة المركزية مع وجود تباعد بينهم. إذن لا يمكن الحديث عن المبرر السياسي للتمليك دون المرور منه، ويتعلق الأمر هنا بما يشكله القطاع من دور محوري في تجبر النظام السياسي بواسطة تمليك هذه الأراضي للأعيان، وهذا مشكل بطبيعة الحال. هناك الأهداف الاجتماعية لتمليك الأراضي جماعة السلالية، تبقى لنا المبرر الاجتماعي للتمليك تأخذ جوج ديال الأبعاد، بعدين أولهما يرتبط بفكرة الاستقرار، توطين لذوي الحقوق، ثم البعد الثاني يتعلق بإنشاء طبقة فلاحية وسطى، ويمكن تبسيط هذا الأمر على النحو التالي. أولا استقرار ذوي الحقوق، أراضي الجموع باش تتميز بالطبع ديالها الجماعي، كما أنه يوزع الانتفاع هنا بين أعضاء الجماعات السلالية اللي تخول لهم حق شخصي ومباشر على تلك الأراضي، وهذا يجعل الفلاحة هي المستفيد من أو في الفلاح هو المستفيد من الانتفاع، لكنه غير قادر على القيام بواحد الاستغلالات كبرى وجذب استثمارات من موارد مالية ومن آليات. هنا بدأت الفكرة ديال التمليك باعتبارها أنها كضمانة قوية لخلق استقرار أولا قانوني، لخلق استقرار ثاني نفسي، ثم كضمانة ثالثة متمثلة في استقرار اجتماعي لذوي الحقوق، خاصة على مستوى توطينهم على هذه الأراضي الجماعية في الأحياء. هذا ما كرسه طبيعة الحال ديال القانون التنظيمي المتعلق بأراضي جماعة السلالية التي هي واقعة على داخل دوائر الري، خاصة القانون التنظيمي رقم 64/17. يبقى لنا الشرط الثاني ألا وهو تكوين طبقة فلاحية وسطى. هذه الطبقة هي اللي تتمثل لنا الفئات الاجتماعية تتموقع على مستوى الناحية الترابية بين منزلتين، أي بين الطبقة العليا وبين الطبقات الدنيا، وظهور هذه الفئة وكان نتيجة عدة تدابير اتخذتها الدولة خاصة على مستوى غادة الاستقلال، ومن بينها نجد توزيع الأراضي المسترجعة من المعمرين. كذلك تمليك الأراضي جماعة السلالية ذوي الحقوق طبقا لظاهرة 25 يوليو 1999 متعلق بأراضي جماعة السلالية الواقع داخل دوائر الري، وهو المعدل والمتمم بمقتضى القانون التنظيمي رقم 64/17. إذن عملية التمليك هذه هي كانت سببا في ظهور الطبقة الوسطى من الفلاحين يقومون بتمليك قطع من أراضي الجموع مع احترام هنا شروط وجعلها بأسمائهم والانتفاع بها وانتفاع الآخرين، أيضا أنها ستساهم هذه العملية في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية بما كما قلت تشغيل يد العاملة والمساهمة في تحريك الاقتصاد. لكن ما هي الشروط الواجب توفرها في الأراضي في الأرض موضوع التمليك؟ هنا حدد المشرع الأراضي التي يمكن أن تكون موضوع تقسيم لإسناد ملكيتها بمقتضى المادة 17 من القانون رقم 62/17، سواء فيما يتعلق بنوعية الأراضي أو بخصوص الأنظمة القانونية المطبقة على الأراضي. هذا تأسيسا على ذلك يمكن أن نقول بأن هناك شروط مرتبطة بالعقار موضوع مصدر التمليك، وهي كالآتي: أولا أن تكون الأراضي جماعية موضوع تمليك هي ذات صبغة فلاحية. شرط ثاني أن تكون هذه الأراضي فلاحية موضوع تمليك خارج دوائر الري. شرط ثالث أن لا تكون هذه الأراضي هي مشمولة، عدم شمولية الأراضي بوثائق التمويل. الشروط التي يجب توفرها في المستفيد من التمليك كما قلت جاءت المادة 20 من المرسوم التطبيقي ديال أحكام المادة 17 من القانون 62/17،
بمبادرة من سلطة الوصاية، ويمكن تمليك قطع الأراضي الفلاحية مملوكة الجماعة السلالية لفائدة عضو أو عدة أعضاء ديال الجماعة السلالية، سواء كانوا هما ذكورا أو إناثا، أن يكونوا مستوفين للشروط التالية. أولا، أن يكونوا مقيدين في لائحة أعضاء الجماعة السلالية، وهي أن تكون هذه اللائحة مصدق عليها. أن يكونوا منتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة ومباشرة. ثم الشرط الثالث، أن يلتزموا، وهذا شرط فيه الإلزام، فيه الوجوب، ألا وهو بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الحصة الجماعية التي يريدون أو يرغبون في استغلالها. أخيرا، بقى ويبقى النقاش على مستوى طرح التساؤلات. أخيرا، رغم هذه المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا الإطار، إلى أنها تبقى غير مؤهلة، لا تبقى إلى المستوى المطلوب، وطبيعة الحال نظرا لغياب الإمكانيات التي تمتلكها هذه الأراضي والتي ينبغي توفرها، والتي لو تم التعامل معها بشكل صحيح لكانت هناك نتائج إيجابية ولعادت بالفضل الكثير على ذوي الحقوق، ولكان هناك جلب استثمارات كبرى ومهمة، ولا زال هذا الأمر خاصة عن مستوى القطاع الفلاحي والسياحي والسكري إلا بعد المبادرات التي هي ضمنية محتشمة. من هذا المنطلق، على سبيل ما ذكر، في سبيل تعزيز حكامة تدبير أراضي جماعة السلالية واستحضار كما قلت هذا البعد الحكماتي واللجوء إلى مسطرة ديال التمليك، فإننا نقترح أولا تعزيز المنظومة القانونية المؤطرة لأراضي جماعة السلالية، توحيدها. هذا الأمر سيحقق لنا الأمن القانوني، وهما سيساهم لا محالة في تشجيع الاستثمار. لا بد كذلك من توفير الضمانات القضائية كفيلة بتحقيق واحد التوازن وخلق عدالة بين الحقوق. ثم لا بد من تحديد الإدارة في العقاري باعتباره يهدف إلى صيانة الحقوق المترتبة عن أراضي جماعة السلالية. ثم آخر مسألة وقبل الأخيرة، هي إحداث آلية جديدة لتدبير واستثمار أراضي الجماعة السلالية دون الاقتصار على الآلية التقليدية. أخيرا، الحفاظ على مصالح الفلاح البسيط من خلال تمتيع بعض الضمانات والامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي. إذن هذه هي الخطوط العريضة التي تطرقنا إليها في محور حكمة تدبير أراضي السلالية بين التمليك وجلب الاستثمار، ويبقى لنا باب النقاش مفتوحا، وشكرا على تتبعكم. شكرا أستاذ علي الدلي على هذه المداخلة. إذا قبل أن أفتح باب المداخلات، أراني كمستثمر لا بد وأن أرتبط إلى مجموعة من الأفكار بهذا المستوى، لأنه نقاش للمدخلات لم تتطرق إلى بعض النقاط التي يجب التفكير فيها، وهذه كاسي الحسن المدير، وهذه دعوة للقيمين على هذا البروجي المشروع هذا للتفكير بنياً لي أفق آخر للنقاش. أولاً، واحد المسألة أساسية يجب تسجيلها هو انهيار مؤسسة الفقرية التي كانت الرافعة الأساسية لأراضي الجنوب. هي مؤسسة القبيلة تؤدي، مادام أننا في إطار النقاش حية المقاربة النموية، وبالتالي الآليات ديال توظيف العقار السلالي ولا الحكامة ولا غير ذلك، هنا خصنا نستحضروا مؤسسة القبيلة. الانهيار ديالها استبحى النزاعات، يؤدي إلى غياب الأدوات العرفية لفك هذه النزاعات، وبالتالي ضرورة تطوير آليات للوسطة، آليات حديثة للوسطة. أرسلنا يتودمون، ياك أرسلنا يتودمون الليل، أثناء
ولا مبنية الاستفادة؟ ها؟ ما كاينش اللي لا ضروري التطوير آليات حديثة للوساطة. أحد العراقيل هو هذه الصراعات داخل القبيلة نفسها. لا خلينا كاع القوانين، خلينا الشرطة المصرية، خلينا إلى غير ذلك. أحد العراقيل المهمة والتي تؤدي إلى التفريط في حقوق دولة الحقوق هي الصراعات، سواء بين فيما بين الجماعات الشلالية بينها أو لداخل نفس الجماعات الشلالية. هذا هو الدور ما نعرفوش اللي وقع. لأن ما كنتش ديك القطعة والله إلا الشرطة يديها، أنت ما تديهاش. هادشي اللي كاين ولا ما كاينش. أنا نمشيو هذا وفوق سوسيولوجي، حتى البحث السوسيولوجي في هذا المجال هذا، واللي تنسميها أنا العلاقات الاجتماعية المتشدية. اللي ولدت اللي تتولد عندنا تنطلق من أراضي الجموع، وهي اللي ولدت عندنا حتى هاد 300,000 حالة لعاب. وإلا جينا نبداو نحفروا شي كبيرة غادي نوصلوا لهاد إذا توزيع كذلك، احنا كاع حدنا السي عبد النور، احنا قادنا كاع داكشي إلى غير ذلك، ملي تنجيو تنوزعو دون آلية مراعاة لأي تصميم. شحال فيك العافية ما كاين من يدوز ديك البومبية، شحال شي كاين ولا ما كاينش، الضواو العشوائية دابا حاليا اللي كاينة، البناء العشوائي وكذا إلى غير ذلك. ولا تلقى تدي واحد القطعه قد هاد قصر قيصر كامل وبيني وبين الجوكي الزغده ديال 4 متر، يعني انت ديك الارض ما تعطيهاش القيمه ديالها. هذا جانب وكذلك هناك افق اخر ديال هذا الملف، هذا هو الجيوبوليتيك، افق الجيو سياسي استراتيجي، هو انه كاين في التناقض بين تمكين المستثمرين الاجانب من الارض، هناك اراضي كذلك تستهدف هذه القوانين، هذه تستهدف تثبيت الساكنه مجموعه من الاراضي مقابل ترييف المدن. كاين هذا التناقض عاوتاني. بالتالي راه كاين حرمان ذوي الحقوق خلال هذه الاستغلاليات الكبيره دابا حاليا اللي كاينه، وبالتالي تضطرهم انهم يهاجروا المدن. كذلك في الجنوب الشرقي الاستغلاليات الكبرى دابا حاليا تهدد الفلاحه وتتهدد واحد المورد استراتيجي اللي عرفناه هاد السنوات الاخيره الندره ديالو في واحد الشكل فظيع جدا، اللي هو الماء. الماء الى خدمته الاستغلاليات الكبرى الواحد مشات، إذن راه إرث ثقافي وحضاري وإلى غير ذلك ساهم في بناء الدولة المغربية في حد ذاتها. إذن هو دابا حاليا مهدد بالاندثار، وحالة تهددت هذا العام هذا خير دليل على ذلك، هو ناقوس الخطر كذلك. إذن النقاش حتى هو خصو يمشي في كذلك ضرب للتعدد الثقافي، لأن كل شيء الانماط الثقافيه اللي كانت تدور حول الواحه مشات، بل ادهش من ذلك واحد الاكتيفيتي مشات لدابا اللي هو الترحال، الرحال شاو ثقافته ما كانش يمتلو من ارث ثقافي من ارث حضاري من الى غير ذلك، بمعنى ولينا بغينا نفرضوا واحد المجتمع واحد نموذج نموذج ديال ما يسمى بنموذج حضاري بين 100,000 او الى غير ذلك. وبالتالي هنا تنضرب واحد الثقافي وتنضرب واحد انريشيس، واحد الغنى ديال الثقافه المغربيه، وغادي ندمو عليها فيما بعد. اذا كذلك الى قلنا الجيوبوليتيك الرهان ديال المغرب كذلك، الدول المغربية عندها رهانات، دابا حاليا رهانات على المستوى المستوى الإفريقي، أي دور لإحتفاظ المغرب إلى غير ذلك، إلى عاوتاني ما لقيناش فين غتكون فين غيكون الاستثمار، فين غيكون توطين مجموعة من الأنشطة الإنتاجية،
يعني في نهايه المطاف راه نحن مهددين ككيان ككل، ما عندناش باش يعني ننافسوا دول اخرى في اطار التقسيم الدولي الجديد للعمل الى غير ذلك. اذا انتهى الجانب هذا، سلطه هو فيه ما بعد النقاش باش حتى يعني المشاركين والمشاركات مثل هذه الانشطه يكون علم على علم، ولكن بواحد الاسلوب اللي هو تبسيطين ومراعاه الاختلافات بطبيعه الحال في المستويات الادراكيه والمستويات الثقافيه للمشاركه والمشاركين. اذا اتمنى ان اكون قد اطلت وقفت وهذه الشذرات اللي اذا غادي في اللائحه ديال المداخلات، اللائحه الاولى غنسجل الاسماء غنمشيو للاستراحه. اذا المداخله الاولى جلسة روزابيك